السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري الذي نطرق فيه آخر مستجدات فريق الرجاء البيضاوي، وكنت منه منكم أنكم تضغطوا على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار، وشكرا لكم. وغادي نبداو الأخبار ديالنا بالإشاعات اللي كانت كتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العدد الكبير ديال الأحكام النهائية اللي حكمت الفيفا لصالح اللاعبين ديالها اللي رافعين دعوى ضد فريق الرجاء البيضاوي. ربطوا هذا الملف هذا بعدد كبير من اللاعبين، لكن الواقع ان الفيفا حكمت لصالح 5 لاعبين، ايضا الجامعه احكام هذه متنوعه بين الجامعه وبين الفيفا للاشاره فقط، ف5 لاعبين فقط. هاد اللاعبين هما محسن متولي، عبد الجليل جبيره، عمر العرجون، عبد الإله الحفيدي، والاسم الآخر هو عمر العرجون. هذه الأحكام هذه هي أحكام نهائية تحكمت لصالح اللاعبين باش ياخذوا المستحقات ديالهم. هاد اللاعبين كان عندهم وزن كبير فريق الرجاء البيضاوي، أسماء معروفة جدا، كل الجماهير ما عندها حتى شي مشكل مع اللاعبين هذ، وبالحقيقة والصراحة أنهم خصهم ياخذوا المستحقات ديالهم باش نكونوا واضحين، لأن اللاعبين بحال هادو عطاو لفريق الرجاء، وكنت أنا كنحبذ أنهم يكونوا تفاوضوا مع فريق الرجاء البيضاوي ويلقاو واحد الحل ودي بدون اللجوء ديالهم الجامعة أو غرفة النزاعات. فهاد الأسماء هادي فحتى الجمهور ديال الرجاء ما يقدرش يعارض على أنهم ياخذوش المستحقات ديالهم، لأنهم اللاعبين ضحاوا لأجل فريق الرجاء البيضاوي، أعطاوا الفريق الرجاء البيضاوي وفاز الرجاء البيضاوي رفقتهم بالألقاب، يعني تورخوا الاسم ديالهم مع فريق الرجاء البيضاوي بالألقاب. على العموم المكتب المسير الآن كنظن أنه غادي يحاول يقلب على الموارد المالية باش يؤدي الواجبات ديال هاد اللاعبين والمستحقات ديالهم. لاعبين كنتمنوا ان يكون عندهم حظ سعيد في القادم المستقبل القريب. اما بخصوص البيان اللي خرجوه منخرطين فريق الرجاء البيضاوي، فكلنا لاحظنا بعض الاخبار الشائعه اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه بعض الجماهير فريق الوداد البيضاوي اللي كيخرجوا شائعات ان المباراه ان الرجاء في عهد البدراوي عطاو لشي حاكم 15 مليون. هذا الكلام كامل فقط اشاعات فقط. الان الرجاء البيضاوي كيتعرض لواحد الحمله اعلاميه شرسه من بعد واحد الاسماء اللي معروفين انهم كانوا كيهاجموا فريق الرجاء البيضاوي من قديم الزمان، وما كيهاجموا كل ما هو رجاوي، حتى في الفتره الذهبيه ديالهم من كان سعد الناصري رئيس الوداد، فكنا كنشوفوا انهم كانوا كيمجدوا اسم ديال سعيد الناصري وكيشكروه وكيتورخوا لانه فاز مع فريق الوداد البيضاوي. الان من وقع سعيد الناصري في هذا المشكل ما كان حتى شي واحد تكلم على الحقبه السوداء ديال سعيد الناصري رفقه فريق الوداد البيضاوي، او حتى التقرير المالي حتى هاد الاعلاميين ما هضروش عليه. على العموم خرج بيان لمخالطين فريق الرجاء البيضاوي كيتضامن مع الرئيس محمد بودريقه، وايضا كيتضامن مع المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص لاعب بوزوق، فاللاعب بوزوق كيتعد من اغلى اللاعبين فريق الرجاء حاليا، عنده عروض قويه وكبيره، واش غادي يكون الاسم ديالو متداول على المفاوضات بين فريق الرجاء البيضاوي او احد الانديه السعوديه؟ هذه الاخبار لحد الان ما غاديش نقدروا نرفضوها وما نقدروش نفيوها وما نقدروش ناكدوها، لكن بوزوق حاليا عنده عروض، القيمه السوقيه ديالو من جا الرجاء ارتفع جدا خاصه في هذا الموسم هذا، يعني تالق رفقه فريق الرجاء البيضاوي بشكل كبير جدا، هو الان كيعطي موسم استثنائي رفقه فريق الرجاء البيضاوي، محبوب الجماهير بوزوق الجزائري. المفاوضات بين فرق السعوديه، يعني كاين فريقين في السعوديه كيفاوضوا فريق الرجاء البيضاوي، لكن لحد الان اداره فريق الرجاء البيضاوي كتحاول انها
ما تزربش كما نقولوا حتى يشوفوا عرض ملائم ويشوفوا البديل ديال بوزوق، لان الرجاء البيضاوي عندهم العصبه في السنه القادمه، يعني خاصها تكون عندها تركيبه بشريه قويه جدا. هذا هو الواقع، لكن لا احد ينكر ان اللاعب بوزوق كيتعد من اللاعبين المهمين داخل القلعه الخضراء، خاصه انه لاعب كيتقاتل على القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي، لاعب في اداء ثابت رفقه فريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص الشائعات اللي خرجت على ان تم الحجز قضائيا على حساب فريق الرجاء البيضاوي، خرج رئيس فريق الرجاء البيضاوي في تدوينه وايضا في حوار مع احد الصحفيين بان هذه الاخبار كلها فقط اشاعات كاذبه لا غير، ما كاين حتى شي حجز على حساب فريق الرجاء البيضاوي. الامور الماديه ديال فريق الرجاء البيضاوي كتمشي بطريقه سلسه، المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي فيه بودريقه وفيه الحاج البلغيتي وفيه عادل هالة يقدموا يعني خدمه كبيره لفريق الرجاء البيضاوي، خاصه انهم كيبحثوا على الموارد الماليه عاوتاني كيتبرعوا لفريق الرجاء البيضاوي. فالبلغيتي اعطى لفريق الرجاء البيضاوي كثير وكثير 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 وكثير، وكان يعني عنده واحد الطابع وعنده واحد القيمه الحاج بلغيتي، لا في الرجاء البيضاوي لا بين اسماء المنخرطين ديال فريق الرجاء البيضاوي، المحيط ديال فريق الرجاء البيضاوي كله كيحترم الحاج بلغيتي وايضا عادل هالة. داك الشيء علاش انك كتشوف المنخرطين ديال فريق الرجاء البيضاوي انهم كيحترموا هاد الاسمين بالاخص، حتى بودريقه الان فهو كيحترمه، ما كاينش شي واحد خرج عارض بودريقه على يعني، وذلك بسبب انه الخدمه الكبيره اللي كيقدمها فريق الرجاء البيضاوي، خاصه انه الان في فتره نقاهه في الديار الانجليزيه بعد ما خضع لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب. فمحمد بودريقه والمكتب ديالو كيحظى بواحد الاجماع كبير، بواحد التضامن كبير، بواحد الاحترام متبادل كبير ما بين مسؤولين فريق الرجاء البيضاوي ومنخرطين، يعني جو عائلي كبير، وكاين ثقه متبادله لا بين منخرطين فريق الرجاء البيضاوي ولا بين المكتب، وحتى اللاعبين ايضا فهما متضامنين وعارفين بحق المسؤوليه ديال فريق الرجاء البيضاوي، عارفين بحق المسؤوليه ديال المكتب المسير، المجهودات اللي كيقوم بها والاكراهات اللي كيتلقاها. داكشي علاش خرج خفيفي قبل وصرح ان ما كاين حتى شي مشكل بين اللاعبين وبين المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، وانهم شكروا المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. على العموم هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.